بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى رضي لنا هذا الدين، فعلينا أن نرضى بما رضي الله لنا، وأن لا نتنكر لديننا ونعرض عنه فنسلب هذه النعمة العظيمة، نعمة تامة لا نقص فيها. اليوم أكملت لكم دين، فهو دين كامل وشامل لمصالح البشرية منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. كانت البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال دامس، في جاهلية جهلة وضلالة عمياء في عقائدهم وعباداتهم وفي معاملاتهم وفي جميع شؤونهم، كانوا في ضلال مبين. فمن الله على البشرية ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو منة على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولقي في سبيل ذلك ما لقي من أشد الأذى من المشركين، وصبر عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله جل وعلا فرض عليه الصلوات الخمس قبل الهجرة في آخر مدته في مكة، فرض الله عليه الصلوات الخمس في اليوم والليلة، ليلة المعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرض الله عليه الصلوات الخمس. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، ثم إن الله أذن له وللمسلمين بالهجرة إلى المدينة. فلما استقر في المدينة فرضت الصلاة، فرضت الزكاة التي هي قرينة الصلاة
ثم فرض الصيام، صيام شهر رمضان، ثم فرض الجهاد في سبيل الله، ثم فرض الحج إلى بيت الله الحرام. وبذلك تكاملت أركان الإسلام، فأنزل الله تعالى عليه، على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، أنزل الله عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي بعد نزول هذه الآية 81 يوما، ثم توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وترك الأمة على هذا الدين، تركها على البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الدين ولله الحمد كامل تام، لا يحتاج إلى زيادة، فلا يجوز أن يزاد عليه ولا يجوز أن ينقص منه، بل هو دين الله عز وجل الذي رضيه للمسلمين. فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بهذا الدين وأن يحافظوا عليه وأن يتجنبوا البدع، والبدعة هي ما زيد في الدين مما ليس هو منه. البدعة ما زيد في الدين مما ليس هو منه من العبادات أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع التقرب الذي لم يشرعه الله ولا رسوله، فإنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو كانت نية صاحبه حسنة ويريد الأجر، فإن النية لا تسوغ للإنسان أن يزيد في الدين ما ليس منه، فإنه يكون مبتدعاً ضالاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الدين فيه البركة وفيه الخير وفيه الكفاية، فليس بحاجة إلى أن يزاد عليه أو ينقص منه. والذي عنده رغبة في الخير ومحبة للعبادة يجدها في هذا الدين، في هذا الدين الكامل الشامل، ولا يذهب إلى إحداث شيء لم يشرعه الله ولا رسوله.
أو يقتدي بفلان أو علان ممن ابتدع في دين الله ما ليس منه، فإن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن كثيراً ممن زين لهم الشيطان البدع والمحدثات صاروا يدعون إلى البدع ويتلمسون لها الأدلة ولو كانت أدلة باطلة اخترعت من عند أنفسهم، وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لكن لا يهمهم هذا ما دام أنها توافق أهواءهم فإنهم يعتبرونها أدلة صحيحة ويتركون الأدلة الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى الشبهات وإلى الأحاديث المكذوبة والموضوعة والأحاديث الضعيفة فيبنون منها حجة ويقيمون منها دينا يتدينون لله به. هذه طريقتهم، كفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. فإن هذا الدين لا يزال يكاد له من أعدائه الكفرة ومن المنافقين ومن المبتدعة، ولكن يأبى الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فعلى المسلمين أن يتنبهوا وأن يحذروا من البدع جميعها، لا خير فيها، وأي فعل وأي قول ليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة ومحدث في دين الله عز وجل، ولو فعله من فعله أو قاله من قاله، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله عز وجل، ولم يترك شيئا من الدين إلا بينه لأمته. ولما تكامل البيان وتكامل الإسلام وتكامل الدين انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وأوصى الأمة بأن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وحذرهم من البدع والمحدثات، وأخبر أنها ضلالة، وأخبر أنها في النار، وأخبر أنها لا خير فيها، وليس هناك بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال، وإنما كل البدع كلها ضلال. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليس هناك بدعة حسنة كما يقولون. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الخطر العظيم. والمبتدعة اليوم قائمون على أشدهم، يروجون البدع ويدعون إليها ليلا ونهارا، خصوصا لما جاءت وسائل الإعلام والنقل السريع، صاروا يظهرون في هذه الوسائل المرئية والمقروءة والمكتوبة ويروجون البدع بين الناس، فيظنها الجاهل أنها سنة، فيغتر كثير من الناس بهذه البدع والمحدثات. وإننا في هذه الأيام في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، ينشط أهل البدعة
في اليوم الذي يزعمون أنه اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتفلون احتفالات بدعية ويصنعون الأطعمة ويرددون المدائح النبوية التي فيها غلو وإطراء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يشرك بالله ويستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه الحاجة فيشركون بالله. وهكذا البدع تجر إلى الشر وتجر إلى الشرك بخلاف السنن، فإنها تدعو إلى الخير وإلى التوحيد وإلى كل صلاح وفلاح للبشرية. فينشطون في إحياء هذه البدعة ويتواصون بها ويقيمون في المساجد أو في البيوت أو في الفنادق، ويسخرون لها وسائل الإعلام التي تنقلها بالصوت والصورة إلى أرجاء العالم، فيشاهدها الناس فيظن الجاهل أنها شيء حسن وأنها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيغتر بها. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو الزيادة في المدح والغلو في المدح، وإنما يمدح صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين: عبد الله ورسوله. هذا أعظم وصف له صلى الله عليه وسلم، أنه عبد لله عز وجل وأنه رسول الله، وكفى بذلك شرفا. أما أنه يقضي الحاجات ويفرج الكربات ويغيث المستغيثين وهو ميت عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك بالله ودعوة لغير الله عز وجل. الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العرب فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله عز وجل. وجاءه قوم من أصحابه آداهم منافق من المنافقين، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يمدح ولو بما هو متصف به وما هو من صفاته، خشية على الناس من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك أو الكفر أو البدعة. فلم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في مدحه عليه الصلاة والسلام، ولا أن يوصف بأنه سيد في وجهه عليه الصلاة والسلام وفي حضوره، ولا أن يقال: أنت خيرنا وأنت أفضلنا. وإن كان هو كذلك عليه الصلاة والسلام، هو خيرنا وهو أفضلنا وهو سيدنا، ولكنه أراد أن يسد الباب حتى لا يزاد في هذا الأمر ويحصل الغلو والإفراط في حقه صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذين يستغيثون به في حفلاتهم ويستنجدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشكون إليه أحوالهم وينسون الله عز وجل، فلا يستغيثون بالله
ولا يستجيرون بالله ولا يدعون الله، وإنما يستغيثون بالرسول في هذه الحملة المبتدعة. وكذلك الشر لا يأتي إلا بشر، الشر لا يأتي إلا بشر، فهذه الاحتفالات شر ومحدثة وبدعة وضلال، وما يجري فيها كله شرور وأمور منكرة. يكفي أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره عليه الصلاة والسلام فقال: ورفعنا لك ذكرك، فيذكر في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب. يكفي هذا شرفا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يرفع ذكره في البدع والمحدثات فهذا ضلال مبين ووسيلة إلى الشرك. وإن كانوا يزعمون أن إقامة هذه الحفلات الميلادية كما يزعمون أنها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة لا شك. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فهو أحب إلينا من كل أحد عليه الصلاة والسلام. ولكن المحبة لا تسود إقامة البدع ويقول إن هذه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يرضى بهذا وقد نهى عنه. ومن خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أغضبه وقد أبغضه، لأنه لو كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعه وترك ما نهى عنه. الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، فإذا فعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ لا والله، لا أحد يحب الرسول أكثر مما يحبه الخلفاء الراشدون وصحابته الأكرمون. ولم يقيموا احتفالا في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. ومضت القرون الأربعة: القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع من قرون الإسلام، ولم يحدث أن يقام للرسول صلى الله عليه وسلم احتفال بمولده. وإنما حدث هذا بعد المئة الرابعة، أحدثه الشيعة الفاطميون لما استولوا على بعض بلاد المسلمين، أحدثوا هذه الموالد وقلدهم من قلدهم من جهلة المسلمين، وظنوا أن هذا وفاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبهوا بالنصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح، حتى قال بعضهم: إذا كان النصارى يحتفلون بمولد المسيح ألا نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل من المسيح؟ فنقول لهم: احتفال النصارى بدعة، احتفال النصارى بدعة، أصله لم يشرعه المسيح عليه الصلاة والسلام. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. المسيح عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يعبدوا الله عز وجل: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا قول المسيح عليه الصلاة والسلام. فهم أحدثوا الاحتفال بمولده، بل زادوا على ذلك حتى قالوا إنه الله أو ابن الله أو ذلك ثلاثة. تعالى الله عما يقول، قد نهينا عن التشبه بهم.
قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن هؤلاء إما أنهم لا يعقلون، وإما أنهم يتعمدون التضليل والكذب على الناس، نسأل الله العافية. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من البدع، ولا تتساهلوا فيها، ولا تستحسنوا شيئا منها، فإنها ضلال وشر، كل بدعة ضلالة، فاحذروا منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله إنه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن البدع شر كلها، لا خير فيها، تجر إلى الشرك، تجر إلى الكفر، تشغل الناس عن طاعة الله وعن إحياء السنن، فلا يجتمع سنة وبدعة، وما أحدث الناس بدعة إلا رفع من السنة مثلها. وهذا من العقوبة، أن الإنسان يحرم من العمل بالسنة، ويجتهد في العمل بالبدع والمحدثات. ولهذا يقول السلف رحمه الله: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية والشهوات. البدعة أحب إلى الشيطان من الزنا والسرقة وشرب الخمر. لماذا؟ لأن المعاصي يعلم صاحبها أنها محرمة، ويأتيها وهو يعلم أنها حرام، ويتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة، لأنه يخاف من الله وأن يعاقب بذنبه. أما البدعة فصاحبها يرى أنه على حق وأنه على صواب، يزين له الشيطان ذلك فلا يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا قل من يتوب من المبتدعة إلا من رحم الله، وكثر من يتوب من العصاة. فالمعصية، فالبدعة أحق إلى الشيطان، البدعة أحق إلى الشيطان من المعصية ولو كانت كبيرة. فاتقوا الله عباد الله، والزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح من صدر هذه الأمة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تحدث أمور بعد القرون المفضلة، تحدث أمور تنكرونها، تحدث شرور كثيرة، ومن شر ما حدث إحياء البدع التي شغلت كثيرا من الناس عن السنة وأبعدتهم عن الله. المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله وهو يبتعد عن الله. المبتدع يظن أنه يثاب ويؤجر وهو مأزور. المبتدع يظن أنه يرضي الله وهو يغضب الله سبحانه وتعالى. فمن كان، قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالذي يريد الخير
يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتصر على ما شرعه الرسول ويترك ما نهى عنه الرسول ويترك ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون. فإن الخير كله في هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهو نعمة، والذي يحدث البدع يكفر بهذه النعمة، يكفر هذه النعمة ويخرج من هذه النعمة إلى غيرها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، من شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولي أمرنا وإمامنا، اللهم أصلح ولي أمرنا وإمامنا، اللهم اهده بهداك ووفقه لتقواك وأعنه على الخير، اللهم دله على الخير وأعنه عليه. اللهم أصلح جلساءه ومستشاريه وبطانته، واجعلهم هداك مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، وارمم كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا، اللهم احفظ علينا ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.